ايه الكرايتيريا اللي فيها؟ قلنا عاملين زي المصنع كده، يبقى عندي open face nucleus، ميتوكوندريا كتير، cytoplasm، rough endosomal reticulum، جورجي apparatus صح؟ والانتاج في الاخر secretory vesicles صح؟ قلنا والله بقى لو هي هتعمل mineralization بنفسها يبقى جواها alkaline phosphatase. مين اللي ما عندهاش alkaline phosphatase؟ الاميلوبلاست. كل الخلايا التانية عندهم، الاودونتوبلاست عندها، السمنتوبلاست عندها، الاوستيوبلاست عندها. الوحيدة اللي بتعمل هارد تيشو من غير يبقى عندها الانزايم دي هي مين؟ بتاخده من مين؟ برافو. يبقى لازم اعرف الكريتيريا بتاعت اي خلية. الكلام ده هيتكرر معانا طول المنهج. الكريتيريا بتاعت ايه؟ الخلية اللي هتعمل سكريشن، تمام كده؟ يبقى عرفنا الاميلوبلاست تولد وحصل لها تشينج في بولاريتي، هتعمل لي اول لير جنب الدنتين اللي اسمها انامل، رودلس انامل دي او بريزمس انامل. اللير دي مالها؟ ما فيهاش رود وانتر رود صح؟ انر بريزمليس ستراكشر. قلنا المينرالز نازله فيها ازاي؟ ها؟ نازله فيها ازاي المينرالز؟ بيربنديكولار لبعض، بارل لبعض صح؟ بيربنديكولار على الدنتين يعني وبارل لبعض. تمام كده؟ طيب وبعد كده هل هفضل اعمل كل الطبقات دي وانا ما عنديش بروسيس؟ عملت اول طبقه خلاص صح؟ اللي هي اسمها ايه تاني؟ انر ستراكشرز او بريزمس انامل. بعد ما تعمل الطبقه دي هتحصل لها ايه بقى؟ الطبقه دي هتلزق في الدنسين، الاميلوبلاست تطلع لفوق ويكون لها حاجه جديده اسمها تومز بروسيس. حاجه اسمها ايه؟ تومز بروسيس. شايفين التشكل عامل ازاي؟ هو الكون ده تومز بروسيس ده، وهيظهر لي حاجه جديده اسمها ديستال تيرمينال بار، برضه جانكشن كومبلكس. فاكرين اللي فوق ده قلنا عليها ايه؟ بروكسيمال جانكشن كومبلكس، ممكن اسميها بروكسيمال تيرمينال بار برضه. ده جانكشن، معناها جانكشن بس مش اكتر. نفس الكلام تحت، هيظهر لي حاجه اسمها ديستال تيرمينال بار. خلاص؟ ده عباره عن ايه ده؟ ده هيعمل لي حاجز بين الخليه نفسها وبين البروسيس، هيفصل الخليه عن البروسيس. ليه انا عايز اعمل كده؟ قالوا عشان حاجتين، حاجه للخليه نفسها وحاجه اكسترا سيلولار فانكشن. حاجة للخلية نفسها ايه؟ اللي انا هفصل الخلية الاورجانيلز بتاعتها عن التومس بروسس. التومس بروسس ما ينفعش يبقى فيه اي اورجانيلز. الحاجة الوحيدة تنزل فيه هي الانتاج بتاعي الفيسيكلز، اللي هتنزل بعد كده فين؟ على السيرفيس نفسه، اللي هي الانامل ماتريكس يعني. تمام؟ هي الانامل ماتريكس عبارة عن فيسيكلز بيطلع بره الخلية بيترصد بشكل الايه؟ الرود والانتر رود. يبقى لازمة التيرمينال بار ايه ده او الفاصل ده ايه؟ اللي انا بفصل الاورجانيلز بتاعت الخلية عن التويل ايه؟ السكريتري بارت. خلاص؟ يعني الاورجانيز نفسها ما بتنزلش فين؟ في التومس بروس. طيب ايه الحاجه بقى الفانكشن اللي بره الخليه الاكسترا سيلولر؟ ان الانتاج اللي بعمله ده ما يدخلش بين الخلايا. انا عايز كل الخلايا ماسكين في بعض ما يدخلش بينهم اي انتاج من عندي. من الماتريكس ده. شايفين اخرهم فين؟ الماتريكس ما ينفعش يعدي بين الخلايا. يبقى لو سالتك التيرمينال بار ده واللي هو الديستال تيرمينال بار ده ايه الفانكشنز بتاعته؟ تو فانكشن. الانترا سيلولر اللي انا هفصل الاورجانيلز عن السكريتري فيسك، الاكسترا ما اخليش السكريشن يدخل بتوين الايه؟ الخلايا. تمام؟ طيب عملت اول لير من غير رود وانتر رود، كل الطبقات بعد كده فيها رود وانتر رود، هقفل بايه؟ نفس الكلام. الخليه دي بعد ما اتعملت كده خلاص، خلصت كل الانتاج بتاعها، هتيجي خلاص هتعمل اخر لير اللي هي اوتر ستراكشرز انامل، هيختفي منها مين؟ التومز بروسس. تمام؟ وهي نفسها هي محل محتاجه كل الاورجانيلز اللي جواها دي؟ هي خلاص بتخلص صح؟ فتاخد شويه اورجانيلز مش محتاجاهم وتحطهم. مين بيبلع الاورجانيلز اللي مش محتاجاه في الخليه؟ اللايزوزوم صح؟ لو اي اورجانيلز عندي زياده وحصل له انجري او اي حاجه، مين المسؤول ان هو ياخده من جوه؟ اللايزوزومز. يبقى اللايزوزومز هياخد كل الاورجانيلز الزياده وتحول ايه؟ ويبلعه. والامينوبلاست هتخلص اخر ايه؟ لير بتاعتها اللي اسمها بريزمس او اوتر ايه ستراكشرز انام. كل الكلام ده احنا خدناه قبل كده صح؟ في حاجه صعبه؟ طيب اقول لكم حاجه النهارده بقى جديده عليكم. انا طول السنه طول المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي بقول لكم ايه؟ الانامل بينزل حاجه اسمها ماتريكس صح؟ الماتريكس في اي هارت تيشو بيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني تكوينه ايه؟ عباره عن اورجانيك بس صح؟ عشان خدنا كده اي ماتريكس عباره عن اورجانيك بس. طيب الماتريكس ده اللي هو عباره عن اورجانيك بس، ده فعلا في كل الهارت تيشو اكسبت الانامل. الاميلوبلاست وهي بتعمل الماتريكس بتاعها بتنزل فيه نسبه مينرالز الوحيده من الخلايا كلها،
لما تيجي تعمل ماتريكس يبقى فيها ايه نسبه مينرال قد ايه، من 25 ل 30% مينرالز وال 70% اورجانيك. تاني الدنتين اما يجي يعمل الاودونتوبلاستور، لما تيجي تعمل دنتين بتعمل ايه ماتريكس او اسمه بريدنتين عباره عن اورجانيك بس، بعد كده بتعمل له مينراليزيشن، بعد كده تعمل طبقه ثانيه. الامينو بلاست مش بتشتغل بنفس الكيفيه دي خالص. الامينو بلاست بتعمل كل الماتريكس بتاعها اللي هي عايزاه، ها بتعمله كله عباره عن ايه، عباره عن ماتريكس 70% اورجانيك و30% ان اورجانيك. هل ده الكومبوزيشن الطبيعي بتاعنا؟ ايه الطبيعي بتاعنا؟ 96 و4% بس صح. يبقى الامينو بلاست بتعمل نعمل على مرحلتين، تعمل لي كل الثيكنس نعمل الاول خلاص، بس في ايه نسبه اورجانيك عاليه قوي 70% والان اورجانيك بس 30%. محتاجه بعد ما تخلص الانامل ده كله تعمل ايه بقى في الانامل ده؟ تعمل حاجه اسمها ماتيوريشن. ايه ماتيوريشن؟ احوله من ايه ماتيور النسبه فيه بالصح لايه الانامل فيه نسبه صح، بقى بتعمل انتاجها كله، بعدين بتظبط الانتاج ده. على عكس الاودونتوبلاست والسمنتوبلاست والاوستوبلاست بيعملوا لير لير بيعملوها ايه مينراليزيشن، ده لا تمام. ما دي الاختلاف اللي عندها، انها بتعمل كل الاستراكشرز. واللي هيسالني طب ايه شكل الرادو انت رود جه ازاي، قلت لكم المره اللي فاتت شكل كريستال صح. هي بتنزل الاورجانيك بارت بتاعتها اللي هي فيها كريستالات بنفس الشكل ده، حتى الاورجانيك بارت بينزل بنفس الشكل ده. اما اجي دلوقتي اعمل ماتوريشن واحط كريستالز، كريستالز هتحل محل الاورجانيك بنفس شكلها الرود وانتر رود. طيب يبقى انا خلاص خلصت كل اللايرز، دلوقتي ناقصني اعمل ماتوريشن. يعني ايه ماتوريشن؟ عايزه والله اسحب كل الاورجانيك الموجود الزياده ده 70% ده، عايزه اخلي 4% بس واسحب قد ايه؟ برضه ما فيش حسابه 66% اورجانيك هطلعه كله، واحط بدل ال 66 ده ان اورجانيك مينرالز، انا عندي 30 لسه احط 66 صح؟ تمام؟ طيب هتعمل ايه بقى؟ هي منظمه جدا، هتتحول لشكلين، شكل فلات اند اللي هي عارفينه ده، وشكل تاني اسمه رافلد بوردر. يعني ايه رافلد بوردر؟ ببص على البيزمنت ممبرين كده الاقيه كله ايه؟ طالع ونازل متعرج. اي رافلد بوردر وظيفته ايه؟ بزود السيرفس اريا. معنى كده ان الخليه دي هتعمل مجهود عن الخليه الثانيه. الخليه اللي هي الفلات هتسحب الاورجانيك بس، حاجه باسيف هتسحب. الخليه الثانيه كل اورجانيك هيتسحب هيتضخ مكانه كريستالات في نفس مكانه. تمام؟ يبقى الخليه اللي هي الفلات دي هتعمل ايه؟ هتسحب الاورجانيك، هتسحب البروتينز والميه. الثانيه هتضخ مين؟ الكريستالات. فاهمين كده؟ يبقى في الماتريشن ستيج هلاقي الاميلو بلاس شكلها تحول لاثنين فلات اند ورافلد ايه بوردر. تمام؟ طيب حلو. سحب البروتين والميه مش هيبقى سحب كميه بس، ده سحب كيفيه كمان. حد فاكر البروتينز بتاع الانامل كان اسمه ايه؟ انامينين واميلوجينين صح؟ الخليه لما تيجي تسحب بروتين مش هتسحبهم هما الاثنين بنفس الكيفيه، لا هتسحب الاميلوجينين اكتر. هي يعني عايزه تخلي انامينين هو الموجود. ليه؟ اشمعنى؟ الانامينين ده اللي قاعد في الماتريكس ده عنده قابليه على انه يحصل له اتاتشمنت بكريستلز اعلى كتير من الاميوجينين، فهي محتاجاه. يبقى الماتريكس عندي اما اجي اسحب منه بروتين انا مش عايزه اميوجينين كتير، هسحب الاميوجينين كتير واخلي مين؟ انامينين. ليه مخليته ده؟ عشان بيمسك في كريستلز بكيفيه اكتر بكتير ايه من الاميوجينين، عنده افينيتي للايه للبوندنج اكتر. تمام؟ في حاجة صعبة؟ طيب خلصنا كل حاجة الحمد لله، عملنا ماتيوريشن، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ السنة لسه بتتكون، هل ينفع يحصل لها اربشن دلوقتي؟ هل انا كونت روت لسه؟ لا. طب هحمي الانامل ده ازاي؟ هحميه ازاي؟ خدناه قبل كده. كل الخلايا بتاع انامل اورجان اميلو بلاست والاستراتم والاستليت والاوتر هيتحولوا لحاجة اسمها ريديوست انامل ابيثيليوم صح؟ قلنا عامله زي الملايه فاكرين؟ قلنا الملايه اللي بتغطي الانامل عشان تحميه من مين؟ من دنتال ساك. ممكن تعمل ايه دنتال ساك فيه؟ الخليه بتاعتها تتحول لايه؟ لسمنتو بلاست وتعمل لي سمنتم صح؟ ممكن تعمل حاجه كمان ما قلنا لكمش قبل كده. الخلايا ممكن تتحول لخلايا ايه؟ بتاكل الانامل، تعمل له ريزوبشن فيه، خليه عامل زي المنقر بتد. يبقى الخليه بتاعت الدنتال ساك خليه الدنتال ساك ممكن تتحول لحاجتين حسب بقى.
يتحول لي سمنتم وترست بسمنتم انامل، ده بيحصل كتير جدا وهنشوفه اخر المحاضره، يا اما تحول لايه؟ لخلايا ايه؟ تكسر انامل ده. تمام؟ يبقى اميلوبلاست مش بس هتخلص وظيفتها لحد ما بتعمل كل الانامل، يا تعمل ايه كمان؟ بروتكشن. الكلام ده يبقى عندها ستيج بتعمل فيها بروتكتيف ستيج، انها هي وكل الليرز اللي فوقيها هيتحولوا لحاجه اسمها ريديوس انامل اي بي 3، هيحمي الانامل من دنتال ساك. طيب هتلزق ازاي في الانامل؟ طبقه الخلايا دي بتلزق ازاي في الانامل؟ اميلوبلاست بتفرز حاجه عامله زي السمغ كده، فاكرينها؟ يعني اسمها ايه بقى؟ ايوه انامل كيوتيكل. كيوتيكل يعني سمغ. طيب خدنا قبل كده برضو الكلام ده كله. الحاجه الجديده ان الكيوتيكل ده ليه اسم تاني، اسمه نازمس ممبرين. مين نازمس ده؟ الراجل اللي شافه. خلاص فسمعه الاسم نازمس ممبرين وقال لنا والله الكيوتيكل دي السيكنس بتاعها 2/10 مايكرونز. هي اللي لازقه الايه؟ السيلز دي في الانامل. تمام؟ هل كده خلصت كل الفانكشن بتاعتها؟ لا، اخر حاجه هتعملها حاجه اسمها ديزمولوتيك. يعني ايه ديزمولوتيك؟ الريديوست كله المغطي، شايفين الطبقه دي كلها اسمها ريديوست انامل اي بي 3، مغطيه الانامل اهو اللي هو الازرق ده. تمام؟ اما اجي بقى عملت الروت وعايز يحصل لي ايربشن، هيساعدني في الايربشن؟ اه، بيعمل ايه الريديوست ده؟ طيب اللي فوق ده الاورال كافيتي الميثيليم بتاعه، بين الانامل اورجان اللي هو الريديوست كمان والاورال كافيتي في ايه؟ تاني انا عندي انامل اورجن اهو متغطي بطبقه الملايه اللي اسمها ريديوس انامل ايبيثيليا، السن عايز يعمل ايربشن بينها وبين الاورال كافيتي في ايه؟ في كونكتيف تيشو، صح؟ مش ده الايبيثيليم وتحتيه في ايه؟ كونكتيف تيشو. السنه ما بتعرفش تطلع في كونكتيف تيشو، لازم تدوبه الاول، وهناخد الكلام ده ان شاء الله في الترم الثاني، اسم حاجه اسمها ايربشن. طب هتدوبه ازاي؟ الريديوس انامل ايبيثيليوم هيفرز انزيمز ديزمولوتيك انزيمز تكسر الكونكتيف تيشو، تعرف السنه تتحرك فوقيها في المكان ده فاضي. تمام؟ يبقى برضو الاميلوبلاست مع الخلايا بتاعت انامل اورجن اخر حاجه هيعملوها قبل ما يحصل لهم ايربشن وكده يقعوا، هيعملوا ايه؟ يفرزوا انزيمز اسمها ديزمولوتيك انزيمز هتكسر لي الكونكتيف تيشو بين السنه وبين اورال كافيتي، عشان كده السنه بتطلع من غير اي هيمرج. انا دوبت الكونكتيف تيشو خالص كل اللي فيه. تمام؟ في حاجه صعبه كده؟ طيب الكلام هقوله دلوقتي ده يا دكاتره هو هو اللي انا قلته من شويه، بس بديفينيشنز مختلف، يعني بعناوين مختلفه. يعني لو جالك في الامتحان اتكلمي عن لايف سايكل هتتكلمي عن اللي فات، صح؟ لو تيجي تتكلمي على اميلوجينيسيس بقى، يعني ايه اميلوجينيسيس؟ يعني ازاي الانامل بيتكون؟ بيتكون على مرحلتين، صح؟ مرحلة بيتكون فيها انامل ماتريكس، ومرحلة تانية يحصل فيها مينراليزيشن. بس انامل ماتريكس هنا عنده خصائص مختلفة، لو في نسبة مينرالز قد ايه؟ من 25 لـ30%. طيب هتلاقوا نفس الكلام اللي قلناه بالظبط. أول حاجة بكون اورجانيك ماتريكس، مين اللي بيعمل اورجانيك ماتريكس؟ الأمينوبلاست. ازاي بقى بتعملوه؟ مش الخلية دي جواها نيوكليوس؟ النيوكليوس ده بيعمل ايه؟ لو عايز اعمل اي بروتين في جسمي النيوكليوس بيطلع حاجه اسمها ماسنجر ار ان اي، صح؟ رساله فيها السيكونس بتاع ايه؟ البروتين هو عايزه، ويديها لمين؟ للرايبوزومز اللي موجوده على الرف اندوبلازميك ريتيكلم، تقول له خد صنع لي البروتين ده. الرايبوزومز اللي قاعد على الار اي ار هيعمل البروتين، صح؟ بعد ما يعمل البروتين بروتين خام هيوديه لمين؟ للجولجي. الجولجي هيعمل ايه؟ شويه موديفيكيشن ويطلعه في ايه؟ في كيس كده انتاج حويصلات. تمام؟ حاجه صعبه؟ الحويصلات دي هي الايه؟ هتروح للتومز بروسيس، او لو ما عنديش تومز بروسيس هتنزل فين؟ في الماتريكس، ده الانتاج بتاعي، صح؟ يبقى البروتين بيتكون ازاي؟ عن طريق الامينوبلاست. النيوكليوس هتطلع ماسنجر ار ان اي، هيقول للرايبوزوم على الار اي ار يعمل لي بروتين، هيروح للجولجي ابريتس يطلع لي حاجه اسمها سكريتري ايه؟ جرانيولز او سكريتري فيسكلز. تمام؟ طيب الجرانيولز دي هتروح للديستال اند بتاع الامينوبلاست، اخر حته في السيلز، صح كده؟ بعدين تتفرز جوه الماتريكس. لو انا بعمل انامل من غير رد مش محتاجه كون، تتفرز على طول. لو بعمل انامل رد يبقى عندي ايه؟ تومز ايه؟ بروسيس اللي هو الكون شيب ده، وتطلع تقعد فيه الايه؟ الفيسكلز. اول طبقه من الانامل بيتكون مش هتبقى جنب الدنتين؟ صح؟ بسميها ايه اول طبقه دي؟
يسموها دنتينو انامل ميمبرين. يبقى اول طبق انامل بتتكون عشان لازقه في الدنتين فبيسموها دنتينو انامل ايه؟ ميمبرين. هل الطبقه دي فيها رد او انت الرد؟ لا. طيب وبيقول لك ان الماتريكس اللي بينزل يبقى فيه نسبه مينرالز من 25 ل 30%. طيب بعد ما اعمل كل الانامل اللي هو الرد والانتر رد يحصل ايه في الامينوبلاست؟ هتسحب الكون ده اللي هو التومز بروسيس وتعمل لي اخر لير اللي اسمها ايه؟ اوتر ستراكشرز انامل. وبعد كده تدخل في مرحله الماتوريشن. ايه ماتوريشن؟ هتشيل اورجانيك وتحط ان اورجانيك. هل هتشيل اورجانيك وخلاص ولا بتشيله بكيفيه معينه؟ بتشيل ايه اكتر؟ الامينوجينين وتسيب مين؟ الاناميلين. ليه بتسيب الاناميلين اكتر؟ عشان هو عنده ايه؟ بوندنج اكتر بالكريستلز. تمام؟ طيب كده خلصنا الايه؟ ازاي بيتكون الانامل؟ سؤال بقى بسيط، هو الانامل بيتكون هنا الاول في الانسايزال بارت او الكروسال بارت ولا في السيرفايكال بارت الاول؟ حد عنده اي مشكله في الموضوع ده؟ احنا قلنا اول حته بتتكون فيه. طيب اول حته من انامل اللي هي في الانسايزال دي، كون هو كل الانسايزال ده، اول حته بيحصل لها ماتوريشن فين؟ هل على السطح ولا لجوه؟ تحت الدنتين. انا كونت حته انامل خلاص اهي عند الانسايزر بورت صح؟ كونت كل الانامل ده تمام؟ قلنا الانامل ده كله بعد ما كونته ماتريكس اهو نسبه الاورجانيك فيه 30% الان اورجانيك سوري 30% بس. كونت كل الانامل ده اميلو بلاست قاعده اهي. هتعمل ماتوريشن صح؟ هتشفط كل الايه؟ الاورجانيك وتحط ان اورجانيك تمام؟ اول جزء من الانسايزر بارت ده يحصل له مينراليزيشن ده ولا اللي تحت؟ اللي تحت صح؟ طبيعي الدنتينال بارت هو اللي يحصل له مينراليزيشن الاول. يبقى الانامل عامه بيتكون في الانسايزر بارت قبل السيرفايكل، واللي بيحصل له مينراليزيشن الاول الانامل اللي في الانسايزر ناحيه الدنتين مش ناحيه السيرفس. طيب وخدنا كل الكلام ده عرفنا ان سحب البروتين بيبقى ايه؟ سلكتيف مش اي كلام كده. طيب لو اتكلمنا على الايدج تشينج بقى بتاع الانامل، تفتكروا ايه الحاجات اللي ممكن تحصل مع السن بتغير شكل الانامل؟ الاتريشن اول حاجه خالص، الاتريشن دي حاجه طبيعيه ولا لا؟ ويرنج بيحصل في السنين حاجه طبيعيه نتيجه الفورسز والعمر. طب بيظهر فين الاتريشن ده؟ هيظهر لي على الانسايزال بارت. شايفين شكل السنين عامله ازاي؟ اتبرت الدنتين باين، الدنتين اهو الاصفر ده الانامل هو اللير اللي بره والدنتين كل ده. يبقى بيظهر لي على الانسايزال بارت وعلى الاوكلوزال بارت من اكتر حته متعرضه لمين؟ للفورس. خدنا زمان في الدنتيشن هل بيحصل عندي بروكسيمال اتريشن؟ قلنا ان السنان نفسها مش بس بتتاكل كده، السنان واحنا بناكل بيحصل لها موبيليتي يعني حركه صغيره جدا، نتيجه الحركه دي بيحتكوا مع بعض فبيحصل عندي بروكسيمال اتريشن. تمام؟ فبيحصل ايه؟ السنان بتتاكل في عندهم سبيس في النص، بيحصل حاجه اسمها ميزيا درافت، بيحصل مينيمال موبيليتي بين السنان وبين بعضها وانت بتاكل في السكت. هنعرف ان شاء الله في بريدونتال ليجمنت السنه اكنها قاعده على ايه؟ على سوسته تتحرك طول الوقت على طريق البريدونتال ليجمنت ده، انت ما تحسش بيها بس هي تتحرك خلاص. طيب الحركه دي هيخلي هنا يحصل اتريشن احتكاك بينهم، يحصل ايه؟ سبيس صغير، ما يحصل سبيس. هل السنان بتسيب السبيس كده في حلو؟ تعمل حاجه اسمها ميزيا ايه؟ ميزيا درافت طول الوقت. طيب لو انا جيت عند حد كان عنده 20 سنه مثلا وكان سنانه واصله لغايه هنا، جيت هو عنده 70 سنه هلاقي سنانه واصله لغايه هنا برضو ولا حصل لها دريفت شويه بقت هنا مثلا صح؟ القرش نفسه كلنس كسنانه السنان نفسها بتقرب مع بعض فبت ايه؟ الطول بتاع السنان بيقل. تمام؟ فاهمين الفكره؟ يبقى انا عندي بروكسيمال اتريشن عندي تمام؟ بيعمل ايه؟ بيها اسمها ميزيا دريفت بيصغر لي الميزيو ديستال دايمنشن بتاع الدنتال ارش. ايه شكل الاتريشن على الاوكلوزال بقى؟ بيبان ازاي؟ ما تروحوا البيت كده وشوفوا عندكم حد كبير في البيت، بصوا كده على دروسهم، شوفوا عند الكاسب، هتلاقوا اولا الكاسب مش عالي، وهتلاقي عند الكاسب كده حته مدوره بتلمع شويه اسمها بولشت فاسيت. ايه بولشت فاسيت دي؟ دي ساين ان في اتريشن في الكاسب ده. يبقى الكاسبات عشان بتحتك في الاوكلوجن ماستيكاتري فورس بيحصل لها اتريشن. شكله بيبقى عامل ازاي؟ ظهوره ازاي على السيرفس؟ بيبقى عندي ايه؟ حته بتلمع، دايره بتلمع كده على الكاسبس. تمام؟ طيب مين عنده اتريشن اقوى؟ الرجاله ولا الستات؟ ليه؟ عشان هو بيغلوا ولا عشان ايه؟ عشان عنده ماستيكاتري فورسز اعلى بكتير، العضلات اقوى صح؟
فطبيعي ماستيكات الفرس اعلى، فطبيعي الاتريشن هيبقى اعلى. طيب في اللور اكتر عشان الفرس نازله كده من ابر على اللور، مين اللي بيتحرك؟ ابر تتمسح اللور، معظم الفرس بتبقى نازله على اللور بتخبط في اللور. طيب تاني حاجه تشينج اوف كولر، ليه بيحصل تشينج اوف كولر في الانامل؟ عشان هو سيمي بيرميبل بيعدي حاجات جواه صح؟ طيب ليه السنان لونها بيتغير؟ عشان الانسان بيعمل عادات سيئه. زي ايه؟ تدخين اسوأ حاجه ممكن تبوظ شكل السنان وشكل الاورال كافيتي وريحه الاورال كافيتي. خلاص يبقى السموكينج التوباكو بيعمل ايه في السنان؟ بيعمل ايه؟ ديسكلاريشن قويه جدا. ايه كمان؟ القهوه الكتير. تمام. طيب انا كانسان ممكن ازود عندي غير انا بشرب، ممكن ازود عندي كمان الديسكلاريشن. لو حد بيعمل بليتشنج، عارفين بليتشنج؟ لو تبيض السنان بماده كيميائيه كده، بيلبس تري كده فيها ماده بيبيضوا سنانه، هل دي حاجه كويسه اخش اعمل بليتشنج كل شويه يجي لي في مخي اعمل بليتش اروح اعمل؟ لا، لانها مضره. ليه مضره؟ بتشيل طبقه من انامل بتخليه رف. يعني ايه رف؟ طبيعي اسناننا الانامل بتاعنا ايه؟ بيلمع وسموث. انا لو خليته رف، الرفنس دي بتعمل ايه في ال بتسحب الايه؟ اي ديسكلاريشن في البق زي التوباكو زي الحاجات دي بتزودها دخولها لين؟ للسنان. يبقى كل ما السنه تبقى رف كل ما بسحب الايه؟ الستينز اكتر. خلاص بخلي السنه تبقى ايه؟ ديسكالرد اكتر. تمام؟ يبقى انا لازم احافظ على الايه؟ على البولشنج بتاع اسناني، ما اخشوش اعمل بليتشنج. في حاجه ممكن تتغير كمان بالعمر؟ احنا خدنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها ممكن اغير الكيميكال كومبوزيشن بتاع الانامل نفسه. لو السنه لسه طالعه هلاقي نسبه الانامل قد ايه؟ 96%. اجي عند حد كبير عنده 60 سنه هلاقي عنده قد ايه؟ 98%. ايه اللي حصل؟ ليه المينرال زادت كده؟ ان السلايفا مليانه ايونز. خلاص؟ بتدخل جوه الانامل بتزود الهاردنس بتاعت الانامل. يبقى الكيميكال كومبوزيشن بتاع الانامل اول ما السنه تطلع غير والسنه ايه؟ قعدت فتره كبيره وكلت عليها. تمام؟ ده يخليني اقول لك ان عندي حاجه اسمها برايمري ماتوريشن. يعني ايه برايمري ماتوريشن؟ يعني الاميلوبلاست اول ما بتعمل انامل عندها الان اورجانيك قد ايه؟ 30%. دي اسمها برايمري ماتوريشن. السكندري اما تخلص الماتوريشن بتاعتها تسحب البروتين وتحط ان اورجانيك توصل لقد ايه؟ 96. تيرشري بقى نتيجه السلايفا توصل لقد ايه؟ لو سالتك عندي كام نوع من الماتوريشن؟ برايمري دي امتى؟ قبل ما السنه يحصل لها ايربشن اصلا. والسكندري حصل ايربشن وده الايه؟ ده النسبه الطبيعيه بتاعتي. والتيرشري تمام. ندخل في الجزء الثاني من المحاضره. طيب لو عايز بقى اشوف الهيستولوجيكال ستراكشرز بتاعت الانامل، يعني الناس بتوع الهيستولوجي هم زينا كده بيعملوا ايه؟ هيجيبوا سنان كتير جدا 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 ياخدوا فيها سكشنز بالطول وسكشن بالعرض ويدرسوها، اي حاجه يشوفوها تحت الميكروسكوب يفسروا دي ايه. ده اللي حصل بالظبط. طيب هناخد كل الكلام ده، بس ايه اول حاجه خالص في حاجه عندنا اسمها انكريمنتال لاينز. يعني ايه انكريمنتال لاينز؟ نشرحها بطريقه مبسطه كده جدا. هي اميلوبلاست اهي ماشي، عملت اول لير. سيبكم بقى من الرد والكلام ده مش بتكلم عليه خالص دلوقتي. الاميلوبلاست اشتغلت وعملت اول لير. اميلوبلاست عامله زينا، عندها فترات راحه وفترات شغل. يعني النهارده بنصحى من النوم الصبح بنيجي نعمل ايه؟ نشتغل، او انتوا بتقعدوا تسمعوا وتذاكروا صح؟ يبقى عندكم فترات اكتيفيتي يعني بتعملوا نشاط. اميلوبلاست نفس الكلام، عندها فترات نشاط هتعمل لي فيها حته من الانامل. تيجي بالليل تروح المفروض ترتاح، هي إيه؟ عشان عندها ضمير عننا اما تيجي حتى ترتاح هتعمل ايه؟ هتعمل شغل. يعني فتره راحتها مش بتنام، تشتغل بس انتاجها في فتره الراحه دي. شايفه عملت اول انتاج كبير ازاي؟ فتره الراحه عملت فيها انتاج، عامل ايه اللي هو الخط الازرق ده، عامل انامل برضو بس الانامل بتاعته كيفيته مش نفس كيفيه انامل نفسه. يعني قلنا الانامل ده في 96% صح؟ مفروض يعني في الاخر في 96% من ان اورجانيك صح كده؟ فتره الراحه دي اللي هي الازرق دي هتعمل فيها انامل بس نسبه ان اورجانيك فيه اقل بكتير. يبقى عملت انامل ما عملتش انامل؟ عملت، بس ماله؟ هايبو كالسيفايد. هايبو كالسيفايد خلاص؟ خلصت اول يوم، تاني يوم هتعمل نفس الكلام.
عملت انامل بما يرضي الله، خلاص في 96% ان اورجانيك و4% اورجانيك. جت بالليل وارتاحت، عملت انامل عملت، بس ماله؟ ليس كالسفايد او هايبو كالسفايد. تمام. تالت يوم نفس الكلام، رابع يوم نفس الكلام، لغايه ما تخلص الاسبوع بتاعها. الاسبوع بتاعنا عشان في اخر الاسبوع بنعمل حاجه اسمها فتره راحه اسمها ويك اند. ايه عندها ويك اند؟ برضو بترتاح فتره طويله. شايفين تخنت ازاي؟ ارتاحت فتره طويله بس عملت انامل، ماله؟ برضو هايبو كالسفايد، بس ارتاحت فتره اطول. تخنت اهي صح، بقت هايبو ايه؟ كالسفايد. يبقى ده يدل على ايه الخطوط دي؟ الخطوط دي بتدل ان السيلز بتتكون ايه، او بتشتغل فترات راحه وفترات اكتيفيتي، بيريد اوف ريست اند بيريد اوف، بيسموها ريثميك مانر. يعني حاجه بتعملها كل يوم تاخد فيها فتره راحه وفتره اكتيفيتي. بتعمل انامل ولا ما بتعملش؟ طول الوقت بتعمل انامل، بس الانامل اللي بتعمله في فترات الراحه بيبقى هايبو كالسفايد. الخطوط دي بسميها ايه بقى؟ بسميها انكريمنتال لاين. انكريمنتال لاين يعني الخطوط اللي بين كل انكريمنت وانكريمنت، كل تكوين وتكوين. تمام. يبقى انكريمنتال لاين دي تدل على ايه؟ ان الخليه ارتاحت في الفتره دي، الخليه بتكون انامل في فترات راحه وفترات اكتيفيتي. تمام. في حاجه صعبه كده؟ عندي كام نوع من الانكريمنتال لاين؟ الناس اللي حضرت معايا المره اللي فاتت قلت لكم لو خدت ال اس صح؟ قلت لكم حاجه اسمها سلندر شيب، قلت لكم احفظوا الحته دي والمره الجايه هقول لكم ليه. لقينا ان السلندر الراد نفسها متقسمه كده، ايه الخطوط دي؟ نشرحها. فترات الراحه اليوميه، اليوميه خلاص؟ دي اسمها شورت انكريمنت، شورت انكريمنتال لاين. ليه شورت؟ انها كل يوم. يبقى انا عندي كام نوع من انكريمنتال لاين؟ شورت، يبقى عندي اكيد لونج، دي اللي بين ايه؟ كل اسبوع واسبوع صح؟ طب اليوم الواحد تعمل فيه قد ايه؟ 4 مايكرونز كل يوم، 4 مايكرونز وتريح. انكريمنتال لاين فيه ايه؟ انامل بس هايبر كالسفايد. حاجه صعبه كده؟ طيب امال الطويله اسمها ايه؟ لونج انكريمنت، اللي هي كل اسبوع اسمها لونج انكريمنت. الراجل اللي شافها قال والله لازم اسميها باسمي، اسميها انكريمنتال لاين اوف ريديوس. اوف ايه؟ ريديوس. او سماها براون استريشن اوف ريديوس، يعني خطوط ريديوس. ليه سماها براون؟ عشان هي بتظهر في الجراوند سكشن لونها براون، هنشوفها بعد شويه. تمام. يبقى اللونج انكريمنتس دي بتدل على ايه؟ الويكلي، ها، فترات الراحه بعد كل اسبوع صح؟ هل ده انامل؟ انامل بس هايبو ايه؟ كالسفاي. تمام. في حاجه صعبه؟ طيب ريحوا كده وشوفوا الفيديو ده. Here the cells of the inner enamel epithelium differentiate into secretory ameloblasts. Ameloblasts are the cells that build enamel through the secretory process. These cells have a cytoplasmic extension on their distal ends called a Thoms process. Its sole function is to secrete enamel. This animation will focus on a small group of cells in order to examine the secretory process more precisely. Each ameloblast begins to secrete hydroxyapatite crystals from its Thoms process to create a layer of enamel.
Crystals secreted from the proximal portion of the tomes process are oriented perpendicularly to those secreted from the distal portion. This secretion pattern creates the rod interrod formation of the enamel. The ameloblasts continue to secrete the hydroxyapatite crystals layer by layer. Because enamel is deposited incrementally, lines called the stria of Retzius are visible in the enamel. After the ameloblasts complete the deposition of the enamel, they enter a maturation stage. The cells then secrete more minerals onto the enamel while absorbing most of its proteins. This process hardens the enamel further. The construction of enamel is now complete. This layer of enamel is the only one that will be created and, if properly cared for, will carry on through adulthood. مين اللي جنب البلب ده؟ الدنتين. ومين ده؟ انامل. شكله عامل ازاي الانكريمنتال لاين في التي اس؟ دواير بارلل للدنتين ونامل جونكشن. تمام؟ دي الانكريمنتال لاينز اللونج انكريمنتال او انكريمنتال لاين اوف ايه؟ اوف ريديوس. بتقول لي الانامل بيتكون لير باي لير. تمام؟ طيب دي حاجه صعبه كده؟ حد مش فاهم حاجه؟ لو قلت لك مره بفحص كده الانامل في العينه وشفت الانكريمنتال لاين واحد منهم تخين قوي عن بقيه الايه؟ بقيه الانكريمنتال لاين ده يدل على ايه؟ تخين واسود. دي كلها لونج انكريمنتس، واحده منهم تخنت قوي عن الباقي يعني الباقي. كالسفايد كتير؟ برافو عليك، قعدت فتره طويله من الراحه عملت هايبوكالسفايد اكتر. ليه بقى؟ ممكن يحصل كده ليه؟ عادي لو انسان عيه او عنده اي ايه مثلا حد جاله مثلا انفلونزا او حمى ما بياكلش كويس، كل الكلام ده بيأثر على خلايا الجسم ولا لا؟ مين من خلايا الجسم؟ الاميلوبلاست. خلاص؟ فالاميلوبلاست بدل ما هي ماشيه بنفس الرينج بتاع الجسم، جسم سليم، لا ده تعب، هي كمان هتتعب، هتعمل فترات الراحه بتاعتها ايه؟ هتطول. يبقى اكسنتويشن اكتر، يبان اكتر اسود وكبير. واحد من الكلام بيقولوا عليه ده ظهر فعلا حاجه اسمها نيونيتال لاين. لقينا كده واحد من الخطوط تخن قوي عن بقيه الخطوط اللي جنبه، ولقينا الظاهره دي موجوده في كل عند البشريه كلها، كل السنان ديسيدوس وكل الابر واللور سكس. تاني لقينا الانكريمنتال لاين لونج دي، ما جبنا كل السنان بتاعت الناس كلها البشريه كلها كده من كل بلد، وشفنا فيه الانامل بتاعها كل ديسيدوس تيس وكل الابر واللور سكس، لقينا واحده من الانكريمنتال لاين تخينه قوي. قالوا بقى دي ايه؟ دي تبين او ساين ليا ان حصل ولاده في الحته دي في الوقت ده بالظبط. الولاده الاميلوبلاست يحصل لها ايه؟ شوك. ليه بيحصل لها شوك كده؟ كل الظروف اللي حواليها اتغيرت، صح؟ فتعمل لي فتره راحه طويله عند البيرث. مين السنين اللي بتتكون قبل البيرث؟ الديسيدوس والابر واللور سكس، عشان كده هم الوحيدين فيهم ايه؟ الخط ده. بيت السنان كلها بتتكون بعد الولاده. فقالوا والله الخط ده هيقول لي هيقسم لي انامل لجزئين، انامل اتكون قبل الولاده وانامل اتكون بعد الولاده. اللي قبل ده اسمه ايه؟ بري نيتال انامل. نيتال يعني ولاده. بري نيتال انامل، انامل اتكون قبل الولاده، وبوست نيتال يعني اتكون بعد الولاده. تمام؟ مين احسن تفتكره؟ البري ولا البوست؟ ها؟ البري طبعا. ليه بقى البري احسن؟ عشان عندك كونستانت سيركمستانسز، يعني ايه؟ يعني ظروف ثابته لا تتغير. عنده نيوتريشن طول الوقت، مفيش حاجه بتوقف له النيوتريشن ده خالص. قلنا 100 مره حتى الام ما بتاكلش النيوتريشن بيوصل له، صح؟ تاني حاجه الظروف اللي حواليه كلها ثابته. تمام؟ يبقى الانفايرمنتال كونديشن نفسها اللي هو قاعد فيها، الانفايرمنت اللي قاعد فيه والتغذيه كلها عنده ثابته. اول ما يتولد بقى يا اما ما يعرفش ياكل ما ياكلش يعيا، صح؟ يجي له حاجه اللي ما بيتكونش بنفس الايه؟ بنفس الكفاءه. يبقى انا عندي السؤال ده بيجي كتير في جيف ريزون، مين الاحسن البري نيتال ولا البوست نيتال؟ تقول لي ليه؟ عشان في ايه؟ بوست نيتال بيحصل فيه ديستربنس للنيوتريشن والكونديشن اللي حواليه بتتغير. تمام؟ طيب واحنا بندرس انامل برضو خدنا عينه اهو، ده جراوند سيكشن، صح؟ عرفته منين؟ مش متلون، تمام، لونه ايه؟ براون كده شويه. حلو، فين الانامل وفين الدنسين؟
ها تفتكروا فين؟ اكيد الانامل هو اللي فوق والدنتين تحت. الدنتين عامل زي الشعر كده. اقول لكم ليه؟ شايفين عامل زي الشعر صح؟ ده على طول دنتين وانتم مغمضين، ده انامل. واحنا بناخد سكشن في الانامل كده لان فيه عند ناس كتير حاجه عامله زي الشرخ لونها اسود. تمام؟ قلنا لازم ندرس الموضوع ده ايه؟ لانها في كذا حته. طيب جينا ندرسه بقى، قالوا والله دي حاجه شكلها كده عامل زي الخط الغامق فسميناه انامل لاميلا. انامل لاميلا. طيب ايه اللي حصل؟ قالوا انامل لاميلا دي فيها ثلاث انواع، طيب ايه، طيب بي، طيب سي، وايه الفرق بينهم؟ قالوا طيب ايه ده والاميلو بلاست بتعمل انامل، في واحده من الاميلو بلاست حصل لها ايه؟ عيت، فعملت لي انامل في المنطقه دي ماله؟ مش بنفس الكفاءه، يبقى هيبقى كالسفايد على طول، فهيبان لي ازاي؟ هيبان لي اسود كده. يبقى هنا حصل ايه؟ ديستربنس في الامينو بلاست، طلعت هايبر كالسفايد رودز، هايبر كالسفايد انامل صح؟ يبقى ده حصل ديفكت نتيجه الفورميشن ولا لا؟ ديفكت نتيجه الديفلوبمنت او فورميشن بتاع انامل صح كده؟ طيب طيب بي قلنا السنه اتكونت وكل حاجه، انامل اتكون واتغطى بالايه؟ بالريديوس انامل اي بي 3. تمام؟ تمام. اما السنه بتتكون مش بقى جوه العظم هنا؟ طيب الشخص ده السنه عنده لسه بتتكون، وقع او عمل حادثه او خد بوكس في المنطقه دي اللي بيكون فيها السنه. ايه اللي يحصل في السنه؟ يحصل لها اسمها كراك. يعني ايه كراك؟ شرخ. السنه عندي اهي متغطيه بالريديوس انامل ايبيثيليم. انا في امان الله جوه العظم. حصل هنا ستيمولس ضربه او اي حاجه، حصل في السنه نفسها شرخ اهي. اما السنه يحصل لها شرخ ريديوس يحصل له ايه تفتكروا؟ اكيد هيتقطع في الحته دي صح؟ ريديوس نفسه يتقطع، السنه نفسها حصل لها شرخ نتيجه الاستيمولس. طيب الجزء ده هيدخل في ايه؟ السيلز بتاعت مين؟ بتاعت الريديوس انامل ايبيثيليوم صح؟ او ممكن يدخل فيه السيلز بتاعت مين؟ في الدنتال ساك. برافو عليكم. تمام؟ يبقى طيب بي السنه الانامل خلاص اتكون، انامل كله امينو بلاست عامل دورها واتكون، مفيش اي ايه ديفكت في الديفلوبمنت او في الفورميشن. ايه اللي حصل؟ جالي ايه؟ اكسترنال ستيمولس من بره. تمام؟ ايه اللي عملت لي كراك في السن؟ طيب طيب سي بقى، السنه طلعت في بقنا اهي بنتكلم بيها وبناكل كل حاجه، حد داخل خناقه خد بوكس برده او وقع، حصل له ايه في سنته وهي طالعه؟ كراك. كل الكلام اللي قلته ده الثلاثه دول بيبانوا تحت الميكروسكوب بنفس الشكل ده. يعني تحت الميكروسكوب بيبانوا بنفس الشكل. الاختلاف بينهم ازاي بقى؟ اخد بقى السنه دي واحللها، شوف جواها في ايه. لقيت جواها هايبر كواليفايد انامل يبقى دي اني تايب. لقيت جواها سيلز بتاعت ريديوس او دنتال ساك تايب بي. لقيت جواها سلايفا او فود ديبرز يبقى تايب سي. يبقى الثلاثه بيبانوا نفس الشكل، بس مين الترو لاميلا الحقيقيه؟ تايب ايه. ليه؟ لانها هايبر كواليفايد ستراكشر نتيجه ديفكت في الامينو بلاست صح؟ بي شكلها عامل زي اللاميلا بس هل هي ترو؟ هي فورس لاميلا، هي كراك في السن. حصلت بعد ما السنه طلع اصلا ايربشن ولا قبل ايربشن؟ قبل ايربشن. برافو. سي بعد ايربشن. تمام. السؤال ده بيجي كتير ككومباريزن، مين اللي ممكن الاقيها في الدنسين ومين اللي استحاله الاقيها في الدنسين؟ ها استحاله مين؟ برافو. ليه؟ عشان مين المسؤول عنها؟ الامينو بلاست. برافو عليك. الامينو بلاست هي اللي حصل لها ديفكت، فاستحاله الاقي الشرخ ده في الدنسين. مين بقى ممكن الاقيه في الدنسين عادي؟ اكورنج بقى للستيمولس، هل الستيمولس دي قويه قوي فكسرت لي انامل والدنسين مع بعض ولا كانت ضعيفه في الانامل بس؟ تمام. طيب السؤال ده بيه كومباريزن كتير في الامتحان، انا عاملها لكم تحفظوه بس. كونسيستنسي من جواها ايه؟ دي كالسيفايد بور. كالسيفايد بور يعني ايه؟ يعني هايبو كالسيفايد رود. طب دي السيلز بتاعت مين؟ راف لازم يمسكلم او دنتال سي كونكتيف تيشو يعني، ودي سلايفا صح كده؟ مين السنه فيها ايرابتد ومين نون ايرابتد؟ الاخيره بس هي ايرابتد، التانيين واحده لسه بتتكون والتانيه اتكونت بس متغطيه ايه جوه العظم والثالثه طلعت. طيب دي في الانامل بس، دي ممكن توصل للدنتين ودي ممكن توصل للدنتين اكوردنج للايه؟ للستيمولس اللي جاي عليه. مين اكتر واحده بتحصل بقى؟ طيب سي. ايه وبي ده ليس كومن اصلا. طيب سي عشان الناس كلها ايه؟ صيدليه، بعد ما بتكبر تدخل ايه؟ خناقات وحاجات، خلاص؟
طيب حاجه تانية، وانا بدرس برضو السكشنز جيت بقى قلت عايز اعمل تي اس بقى مش ال اس، عايز اعمل تي اس، خد حته كده تخينه من انامل وادرسها تحت الميكروسكوب. وانا ببص كده لقيت فيه اشكال عامله زي شكل الشجره او الحشيش بتاع الارض، عارفين الحشيش بتاع الارض؟ طلع من الجنكشن على الانامل. ده ايه ده؟ قالوا والله انا حصل لي ديفكت في الامينوبلاست في كذا لير ورا بعض. الامينوبلاست اللي بيكون انامل كذا امينوبلاست ورا بعض في سكسيسيف لايرز حصل لهم ايه؟ ديفكت. فطلعوا لي شكل الرد مختلف عن بعض. لو جبت ناس تقف ورايا كده خلاص وشكلنا مثلا كلنا عامل كده ده الطبيعي، بس انا عشان حصل لي ديفكت شكلي عامل كده واللي ورايا عامل كده ورايا عامل كده، هيطلع في الاخر لو شفتهم على بعض عاملين ازاي؟ منكوشين كده صح؟ عاملين زي الشجر. يبقى دي نفس الكلام بتاع اللاميلا، حصل هايبر كالسيفايد ستراكشرز، الاميلوبلاست فيها ديفكت، بس شفتها امتى؟ في تي اس لي عشان عايزه لير تخينه سكسيسيف لير، فتبان شكلها كده بس. اما ال اس باخد ايه؟ لير واحده رفيعه فعمرها ما تبان في ال اس. فهمنا الفرق؟ طيب حاجه تانية ممكن تظهر لي، ببص برضو على السلايدز اللي خدتها لقيت شكل مسمار كده طلع لي من عند الجنكشن برضو. واخدين بالكم المسمار ده امتداد لمين؟ مين ده؟ ده حاجه جوه الدنتين صح؟ تعالى نبص مع بعض بقى حصل ايه. فاكرين اودونتو بلاس بتاعت زمان؟ اودونتو بلاس كان فيها مين؟ انر انامل ايبيثيليوم صح كده؟ طيب اودونتو بلاس المفروض تعمل دنتين. احنا قلنا لكم قبل كده في التوث ديفلوبمنت شكل الاودونتو بلاس عندها ايه؟ تير شيب عامل زي الدمعه صح؟ ده اسمه سيل بودي. بس اللي قلنا لكم شويه خبينا عليكم ان الاودونتو بلاس اما تيجي تعمل دنتين بتنزل لتحت صح؟ لما بتنزل لتحت بتطلع بروسيس، مش بس عامله زي سيل بودي، دي عندها سيل بروسيس تمام. اودونتو بلاست من نوع الخلايا اللي عندها سيل بودي اللي فيه نيوكليوس وسيل بروسيس تمام. السيل بروسيس قاعد فين؟ جوه الدنتين. امال هي نفسها قاعده فين؟ فين بقى تحت ده؟ اسمه ايه يعني؟ تفكروا؟ صوت؟ الحته دي اسمها ايه؟ انا برسم فيها هنا اودونتو بلاست، هنا في ايه؟ في الدنتال بابيلا صح؟ نسيتوا؟ اودونتو بلاست قاعده في الدنتال بابيلا، لكن البروسيس بتاعها بيتزنق جوه فين؟ جوه الدنتين. طيب الطبيعي ان البروسيس يقف فين؟ ينتهي فين؟ اخر الدنتين. فين اخر الدنتين ده؟ قبل الانامل عند الجنكشن يعني بين الانامل والدنتين صح كده؟ طيب ده الطبيعي. جت واحده من الاودونتو بلاست بروسيس ودخلت قعدت بين الامينو بلاست، رخمه خلاص. اميلو بلاست تعمل نفسها مش شايفاها، هتطلع لفوق وتعمل انامل عليها تمام. طيب اجي انا اعمل جراوند سكشن بقى. جراوند سكشن ده بيعمل ايه عشان نشوف الانامل؟ بيحرق اي حاجه اورجانيك. هقولها للمره المليون، ازاي بحضر جراوند سكشن؟ بجيب السن بدخلها على طول، هي صلبه كده بدخلها جهاز عامل زي البسترم اسمه مايكروتوم، بيقطع السنان ايه؟ سلايز رفيعه. عمليه التقطيع دي بتولد حراره عاليه، حراره بتحرق اي حاجه اورجانيك. ده اورجانيك ولا البروسيس ده؟ ده سيل اورجانيك. طيب انامل اتكون على المنطقه دي خلاص وكل حاجه، جيت انا بقى اعمل السكشن ده لقيت البروسيس ده اهو جوه الانامل، مزنوق جوه الانامل. هل ده حاجه من تكوين الانامل؟ ده منين؟ امتداد البروسيس ده، طلعت وقعدت جوه الانامل. بشوفها كتير، بشوفها كتير، اسمها ايه؟ انامل سبندل. انامل، هل هي من تكوين انامل؟ لا. طيب سؤال بقى، هل هي هايبوكالسيفايد ولا انكالسيفايد ستراكشر؟ سيلز انكالسيفايد، مالهاش علاقه بالكالسيفيكيشن اصلا صح؟ مالهاش علاقه بتكوين الانامل اصلا. ففي الامتحان بقول لكم ايه في الامتحان؟ السؤال ده شهير بيه كتير، اتكلمني على الهايبوكالسيفايد ستراكشر اوف انامل والانكالسيفايد ستراكشر اوف انامل. تعالى نتكلم كده على الهايبوكالسيفايد. عندي كام حاجه هايبوكالسيفايد في الانامل؟ كام حاجة طبيعية لازم ألاقيها؟ كام حاجة مش طبيعية؟ مين الطبيعي هايبوكالسيفايد؟ روتشيز، ممتازة. دي حاجة طبيعية ولا لأ؟ لازم تبقى موجودة. طيب إيه كمان طبيعي؟ الإنكريمنتال لاينز بكل أنواعها، دي هايبوكالسيفايد في الإنامل وطبيعية. هل أنا محتاجة حاجة هايبوكالسيفايد في الإنامل أصلاً ولا مش محتاجة؟ ينفع الإنامل كله 100% أورجانيك؟ إن أورجانيك؟ لا، هيبقى بريتل جداً وهيتكسر بسهولة جداً.
الاورجانيك بيساعد الايه؟ الانامل. خلاص؟ طيب نرجع تاني. الحاجات الطبيعيه اللي عندي روت شيث والانكريمنتال لاينز بكل انواعها. طب اللي مش طبيعي بقى؟ طيب ايه لاميلا؟ بي ينفع اقول بي؟ ده هايبوكالسيفايد نتيجه تكوين الانامل؟ لا. تمام. ايه كمان؟ انامل طفت قلنا عامل زي الشجره زي الحشيش. سبندل ينفع اقول هايبوكالسيفايد ولا ان؟ ان كالسيفايد. يبقى في الامتحان لو سالتك الان كالسيفايد هو مين؟ سبندل. امال مين الهايبو؟ بقيه الحاجات. خلاص؟ طيب ايه الدي ام تي والانامل جانكشنز دي؟ السلايدز اللي فاتت دي كبرتها كده. خلينا نمسك دي حته من الجراوند سكشن كبرناها قوي عند الانامل والدنتين. شوفوا كتير في السكشن ان شاء الله. ده فين الانامل وفين الدنتين؟ انامل البني والدنتين. ده لقينا الجانكشن من الانامل والدنتين شكلها اسكالوبت كده. انامل هنا والدنتين هنا شكلها ايه؟ طيب اسكالوب ده ليه تفتكروا؟ اي سكالوبنج ليه؟ عشان ازود وانا مغمضه عشان ازود السيرفس اري. خلاص يبقى عندي اتاتشمنت اكتر بقى عامل زي الخشب. عارفين العاشق والمعشوق ده معشقين في بعض. طيب ليه الكونفكس ناحيه الدنتين مش ناحيه الانامل؟ مين بيكون الاول؟ مين اللي بيشيل الثاني؟ الدنتين صح؟ فهو بيبقى عامل زي الطبق كده عشان هو بيتكون الاول بس. تمام؟ يبقى عشان الدنتين بيتكون الاول الانامل بينزل عليه بشكل ايه؟ طبقات كده. خلاص زي الطبق كانه طبق وشايله. تمام؟ طيب فقالوا ان الانامل والدنتين عشان شكلهم سكالوبين كده يبقى عندي اتاتشمنت قوي ميكانيكال اتاتشمنت. قول عامل زي العاشق والمعشوق بتاع الخشب معشقين في بعض. تمام؟ دي اسمها ميكانيكال اتاتشمنت. جم ناس رخمه قالوا لنا والله احنا شفنا سلايدز كتير الدنتين انامل جانكشن مش في كل حته شكله كده، في حتت تانيه يبقى شكله ستريت. ازاي بقى انامل ماسك في الدنتين برضو؟ يبقى اكيد الاتاتشمنت مش ميكانيكال بس. يعني مش معشقين كده مع بعض بس. الكيميكال بقى حصل ايه؟ قالوا ان الكريستالز بتاعت دي معشقه مع الكريستالز بتاعت دي، يبقى عندي كيميكال اتاتشمنت بس مش ميكانيكال اتاتشمنت. يبقى الدنتين والانامل جانكشن دي عباره عن جانكشن بين الانامل والدنتين شكلها سكالوبنج. خلاص الكونفكس ناحيه الدنتين ودي مهمه جدا. الاتاتشمنت عندي حاجتين ميكانيكال وي كيميكال. ميكانيكال عن طريق شكل الايه؟ السكالوبنج مزود الاتاتشمنت، والكيميكال عن طريق انتر ديجيتيشن بين الكريستالات اهي. فالانامل مع الكريستالات بتاعت الدنتين ماسكين مع بعض معشقين مع بعض. خلاص؟ طيب مين ده؟ فين الدنتين وفين الانامل؟ من شكله عامل زي الشعر؟ الدنتين. وده مين؟ مين الخطوط دي؟ incremental line of radius او long incremental line. قلنا الشورت ما بشوفهاش. طيب مين عامل زي الشجر ده؟ الطفت. مين ده؟ مين الخط الشرخي ده؟ انامل. مش لازم اقول بقى في السلايد مش شرط اقول طيب ايه او بي او سي. لاميلا. انامل لاميلا وخلاص. تمام؟ طيب اخر حاجه هناخدها في المحاضره حاجه اسمها سيرفيس ستراكشر اوف انامل. يعني ايه؟ جبت بقى سنه حقيقيه خلاص جبتها وكبرتها جدا 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 خلعتها كده حطيتها قدامي تحت الكترون مايكروسكوب. يعني ايه الكترون مايكروسكوب؟ مايكروسكوب بيكبر ملايين المرات عشان بيتعامد على الالكترونز. هشوف ايه على السيرفيسز بقى؟ اول حاجه هشوفها على السيرفيس فاكرين اخر لاير بيعملها الاميلو بلاست كان اسمها ايه؟ اوتر ستراكشرز انامل صح؟ يبقى على السيرفيس من بره هلاقي 30 مايكرونز الكريستالات فيها بارلل لبعض مش عاملين شكل الرد والانتر رد. يبقى دي اول حاجه هلاقيها في الايه؟ في السيرفيس ستراكشر. هل دي موجوده في كل السنين؟ قالوا في كل الديسيدوس و70% من البيرمنت. يعني معنى كده في شويه بيرمنت ما عملتش فيها الطبقه دي اصلا. تمام؟ طيب ايه كمان ممكن الاقيه؟ شايفين لو كبرنا كده السنه دي او لتحت شايفين ايه؟ خطوط جروفز كده صح؟ مين الجروفز دي؟ دي الانكريمنتال لاين. اما بتظهر على السيرفيس بتظهر في الشكل ده. الانكريمنتال لاين بتلف حوالين السنه دي. ما بتظهر على السنه بتظهر في شكل خطوط بسميها ايه؟ بري كايماتا. ظهورها على السيرفيس اسمه بري كايماتا. خلاص؟ بري كايماتا دي يعني ايه؟ اللي هي لونج انكريمنتس بس اكسترنال مانيفستيشن بتاعتها بتظهر ازاي على السيرفيس في شكل جروفز بنسميه بري كايماتا. سؤال بقى هل البري كايماتا هشوفها في الاوكلوزر والانسايزر؟ لا. ليه؟ الانكريمنتال لاينز اهي عند الانسايزر والاوكلوزر اوتو سيمي سيركلز ما بتوصلش للسيرفيس فعمري ما هشوفها في الحته دي. بشوفها تحت الانسايزر ثيرد على طول. ليه؟
لان في الميدل وفي الاوكلوزن بتوصل للسيرفس فبتبان لي جروفز على الايه؟ على السن. طب ايه كمان ممكن اشوفه؟ احنا المره اللي فاتت قلنا مين الخطوط دي الاول؟ على السيرفس لسه قايلاه البريكايماتا صح؟ دي سنه يا دكاتره مكبرها قوي، الخطوط دي بريكايماتا. ساعات الناس اللي هي الاسنان ما فيهاش اوتر ستراكشرز انامل ما بكبر قوي كده شايفين؟ شايفين ايه ده؟ حاجه عامله زي الكونكافيتي صح؟ دي مين دي؟ دي نهايات الانامل رود الاسطوانات جنب بعض الكتير قلنا بالملايين، عددهم كان كام؟ 5 مليون في اللور، 12 مليون فين؟ في السكسز. تمام، نهايتهم اسطوانات كتير جنب بعض، لما اشوف السيرفس من فوق شكلهم بيبقى عامل كده، دوائر صغيره. مش هي اسطوانات؟ لما ببص عليها من فوق شكلها بيبقى عامل ازاي؟ دوائر صغيره. الحاجات دي كلها بشوفها على السيرفسز. ايه كمان ممكن اشوفه؟ الكراك. سنه شايفين فيها كراك اهي. دي كلها من السيرفس استراكشر ممكن الاقيها في الانامل. حاجه قلت لكم هنقولها في اخر المحاضره، فاكرين اما الريديوز انامل ايبيثيليوم بيتقطع؟ قلنا بيحصل ايه؟ ركزوا معايا في السلايد ده الدنتين صح؟ وده الانامل، المفروض نهايه الانامل فيه سيمنتم هنا. ايه اللي اتكون على الانامل ده؟ سيمنتم جه منين؟ ريديوز اتقطعت عند السيرفايكال بارت والسيمنتم اترسب عليها. دي اسم ده؟ اه بنسميه افايبريلر سيمنتم، هنعرف ليه في شابتر السيمنتم. افايبريلر يعني ايه؟ ما فيهوش فايبرز. افايبريلر ايه؟ سيمنتم. تمام؟ في حاجه صعبه كده؟ السؤال ده بيجي ازاي بقى؟ يا اما اقول لك انيوميريت السيرفس استراكشر بتاع الانامل فتقولي الحاجات دي خلاص، يا اما ايه؟ تتكلم عن واحده واحده. اقول لك مثلا قولهم كلهم واتكلمني عن واحده او اتنين. تمام؟ طيب اخر حاجه هنقولها في المحاضره، ايه التايبس اوف انامل بقى؟ ما احنا خدناها كل انامل ده وخلصناه. هل عندنا تايبس انامل؟ ممكن اقسمه التايبس اكوردنج اول حاجه للماتيوريشن. عندي كام نوع؟ برايمري يعني حصل له ايه؟ ماتريكس بس 30% اورجانيك. سكندري 96. تيرشري، تيرشري دي يعني حصل له ايه؟ رابشن وقعدت بيه فتره طويله ودخل لي ان اورجانيك من السلايد. طيب لو قلت لك اكوردنج للتايم اوف فورميشن، في بري نيتال وبوست نيتال، انامل قبل الحمل سوري قبل الولاده ونامل بعد الولاده، مين احسن؟ هل هلاقي الكلام ده في كل السنين؟ في ديسيدوس بس والابر واللور 6، السنان اللي اتكونت قبل الولاده. طيب لو عايزه اعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج للبريزم باترن يعني اكوردنج للرد، في عندي انامل من غير رد وانامل برد. فين الانامل من غير رد؟ اول طبقه واخر طبقه، انر ستراكشرز انامل واوتر، وبينهم في ايه؟ في الرودز. الرود اصلا ظهر ليه؟ ليه عندي رود وانت الرود؟ عشان التومز بروسس صح؟ في حاجه مش مفهومه؟ في حد عنده اي سؤال؟